عندي ثمرة فادي. فقال يا لي من شم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة يد رسول الله صلى الله عليه وآله وقدر من جدك وخاك تحت الكساء. فدر الحسن عليه السلام نهو الكساء وقال السلام عليك يا جده. عليك السلام يا من اختاره الله. السلام عليك من اختاره الله. تعزني لنكون معكم تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا شم قد غنمت ولك. فدخلا معهما تحت الكساء. فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال يا فاطمة يا فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله. وقلنا من جدك ما هو تحت الكساء. فقال السلام هو الكساء. فقال السلام عليك يا رسول الله. أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لي وقد انتهى. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال ابن عبد الله قلت السلام عليك يا عبد يا رسول الله. اتعزني ان اكون معكم تحت الكساء. قال عليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد انتهى لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولقد كمل جميعا تحت الكساء. اخذ برسول الله بطرف الكساء وما يا في اثم الى السماء. فقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وهابتي. لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزني ما يحزنهم. انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وادب لمن اعادهم ومحب لمن احبهم. انهم مني وانا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وعلمك ورضوانك علي وعلى عبادهم. أنا حمق الجسى وطاهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الله عز وجل يا ملاك يسوق السماوات بما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا الشمس المزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في الحمد للذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم حر بيت نبوت مال رسالة هم فاطمة وابوها وبعدها وبنوها. اللهم صل على محمد. قال جبرائيل عليه السلام يا ربي أتعزن لي أن أعبد الأولى أحسن من سادسة. فقال لنا قلن دولك. فحفظ الأمير جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. علي علي وعلا يقول السلام غسل التحية والإكرام ويقول لك وإسدي وجلالي لما خلط السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرة ولا شمس مضية ولا فرق يدور ولا بحر يجري ولا فرق يشري إلا لأجلك ومحبتكم. لقد أذلنا دخلا معكم. فحذرك يا رسول الله. فقال رسول عليك السلام يا أمين ولي الله إنهم أذنت لك. فدخل جبريل عليه السلام معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال لبيت الله قد علمت يقول بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله أن يذهب عنكم رسالة البيت
يطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الإسلام النبي يا رسول الله بالرمال في سنة هذا تنكسر من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله سامي لي علي وزهري وعد الرق نبي واستفان من رسالة نشر ما ذكر قولنا هذا بما أولي مما أولي على الأرض وفيه جب من شيئتنا ومحبينا وفيه محمد إلا يعني إلا مفرج الله محمد ولا محمود إلا فكشف الله همه فلا تعلم حاجته إلا قضى الله حاجته. فقال أهل الإسلام ثم الله فرد وسعد نقبل كشر نقبل وسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبحق علي وانت الاعلى وبحق فاطمه وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت قديم الاحسان وبحق الائمه سلطان النصر الرسول عليهم الصلاه والسلام. اللهم صل على محمد Thank you.